السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام وعليكم <سؤال> السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا. وسعيد اني اكون معكم في تدريس هذا المقرر. طيب الصوت واضح؟ واضح يا دكتور تمام متواجدين الجميع ان شاء الله مصحصحين. كان عندكم محاضره قبل المحاضره هذه ولا لا ما شيء لا ما كان عندنا لا ما كان في شيء ممتاز ممتاز اذا نبدا على بركه الله لو كنت ادري كان حفظنا اخذنا جزء من الوقت بحيث أنه نوفر الوقت وناخذ الموضوع على ساعة طيب اقول بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد معاكم اخوكم علي محمد العلوي عضو هيئه تدريس في كليه الصيدله خاصه في فارماكولوجي وتوكسيكولوجي ما ادري هل انا درستكم قبل المره هذه هل كنت معكم السمستر الاول؟ لا دكتور لا دكتور من مره كان معكم الدكتور خلاص انا راح اكون معكم ان شاء الله محاضرات الاسبوع هذا وان شاء الله الاسبوع القادم وممكن يكون في شيء برضو خلال السمستر هذا لكن الغالب راح اكون معكم باذن الله السنه القادمه باذن الله في جزء نيوروساينس طيب عشان نبدا زي ما انتم عارفين موضوع موضوع الهايبرتنشن او صفه عامه الكاردو ديزيز مواضيع كبيره وفيها مجموعه كثير، عدد كبير من الادويه وميكانيزم كثير وفي عندنا ميكانيزم مره كبير آه، لكن آه، عشان كذا الوقت مره مهم يدوب ساعه نستطيع ان على قولهم زي الابيتايزر ناخذ بعض المقدمات اللي فيها وهي جزء مره مهم في حياه آه، كل طالب طيب آه نتاكد من الامور ماشيه كويس، طيب اليوم باذن الله انا راح ابدا معكم في الانجينا. آه، الأنجينا، آه، هذه اول شيء بالنسبه هذه للاي اوز، ايش الهدف عندنا اللي احنا نبغى نغطيها؟ احنا نبغى نتكلم عن بصفه عامه عن الاسكيميك هارد ديزيز اللي هي الانجينا، الديفينيشن تايب كلاسز وهذه يغطونها مفترض الزملاء في الاقسام الثانيه الفسيولوجي والباث <applause> فسيولوجي وغيره، لكن انا مضطر اني اشير له على السريع بحيث انه تسهل لنا لما احنا نتكلم عن الدواء ايضا راح نتكلم عن الاستراتيجي والجوز للتريتمنت بصفه عامه الانجينا او هارد ديزيز اللي راح نبدا نشتغل عليها وراح اركز على الفارماكولوجي وبعدين راح نتكلم عن مجموعه مجموعه بإذن الله بالتفصيل طيب زي ما قلت لكم انا سعيد اني معكم سعيد اني اشارككم تدريس هذا المقرر سعيد انه آه ناخذ مع بعض الفارماكولوجي الفارماكولوجي من من المواد اللي تعتبر هي اساسيه في حياه الطبيب وكل ما تميز فيها كل ما تميز في وصف الدواء المناسب في انك تعرف خفايا آه كل موضوع واتمنى اتمنى اني اشارك واحد واحد فيكم آه تميزه ونجاحه في حياته المستقبليه كطبيب متميز يخدم هذا البلد الكريم وباذن الله باذن الله بحاول اني بقدر المستطاع ان اقدم المعلومات باسهل طريقه لكم احيانا اكون انا مضغوط في ساعه واحده في صعوبه علي اني اقدم المعلومات معلومات كبيره فاحيانا اواجه بعض المعاناه لكن راح يكون عندي هدف اني بقدر المستطاع اقدم المعلومه بطريقه سهله وسهله الحفظ. خلونا نبدا ونتكلم عن الأنجاينة الأنجاينة اللي هي الذبحه الصدريه يقول لك الأنجاينة هنا هي از ذا برينسيبال سيمتومز اوف اسكيميك هارت ديزيز في ناس تطلق على كذا وناس تطلق على كذا لكن هي عباره عن سيمتومز السيستم السيمتوم هذا عباره عن مشكله عندي في المايوكارد اللي هي عضله القلب عضله القلب زي اي عضله في الجسم لما تشتغل تحتاج اكسجين كويس فلما يكون الاكسجين اللي وصل للعضله ما يكفي حاجتها زي اللاعب الرياضي لما يكون الاكسجين ما وصل الى عضله قدمه فبالتالي ممكن يسقط عندك. نفس الفكره وعندي انا اهم عضله هي عضله القلب لان فعليا اذا الانسان قلبه تاثر معناها انه ممكن يصير عنده حاله وفاه. فالأنجاينة بصفه عامه هي عباره الانجينا هي عباره عن مشكله في عدم اتزان بين الاكسجين سبلاي والاوكسجين ديماند العضله تحتاج الى اكسجين فكميه الاكسجين اللي تحتاج العضله غير كافيه او ما وصلتها بطريقه آه مناسبه طيب آه اذا ممكن نقول هي امبالانس بتوين اوكسجين ديماند اند اوكسجين سبلاي وهذا يؤدي الى شست بين الم زي اللي انت تشوفونه هنا شست بين الم شديد آه بسبب ان احنا هذه الحاله الطبيعيه الاكسجين ديمان يقابل اكسجين سبلاي لازم في حاله اتزان هذا النورمال ميتابوليزم اللي يتطلبه الميتابوليزم ريكوايرد اكسجين سبلاي كميه الاكسجين مهم انها تتناسب مع اللي تحتاجه العضله في حاله الديزيز عندي الديماند وركزوا هنا عندكم الديماند هي اكثر من السبلاي يعني كميه الاكسجين اللي تصل ما تغطي الديماند يتهيأ لي انه السلايد اللي وصلتكم هنا مكتوب سبلاي صح؟ هنا ممتاز هي مفترض ان تكون مفترض ان تكون الديماند هنا تكون الديماند طيب آه معلومات عامه انتم اكثر علما مني انا واكثر متخصصين اكثر مني لكن بحيث ان يعني نحاول نلم الموضوع بقدر المستطاع من جوانب مختلفه الريسك فاكتور في ريسك فاكتور كثير او محفزات يصير عندي او تحفز حدوث الانجينا اللي هي سموكينج الاوفر ويت الاوبيز الكوليسترول الهاي بلاد بريشر 2 ديابيتس وفيها غير كثير من الريسك فاكتور لكن هذه الموست كومن طيب هنا بنبدا نخش بالتفصيل الاسباب الرئيسيه ايتولوجي او الكوزز احنا قلنا عندي سببين السبب الاول decrease اوكسجين supply كمية الأكسجين اللي تصل إلى عضلة القلب ما هي الأكسجين اللي يحتاجها ما هي اللي تصل عن طريق الكرونري artery ما تصل إلى اللي تصل للعضلات هي غير كافية وهذه تكون في عندنا مجموعة أمراض زي الاثيروسكلروسس عندنا ضيق في نفس الشريان التاجي أو ضيق بسبب أنه عندي إما تصلب شرايين أو موجود عندي آه في عندي آه هايبر ليبيديميا صلحت لي عندي كوليسترول وغطت لي نفس المنطقة فضيقت لي الكوروناري آرتي أو ممكن يكون شيء خلقي كوروناري سبازم وراح نشوفها بعد شوية هذه تقلل كمية الاكسجين وتصل للعضلة فبالتالي العضلة لما تشتغل عضلة القلب لما تشتغل وتحتاج اكسجين ما هي موجودة فهنا يظهر عندي الألم أو ممكن يكون عندي لا الاكسجين سبلاي ممتاز لكن عندي مشكلة في الاكسجين ديماند الاكسجين زي ما هذه ممكن تكون بسبب اسباب ثانيه مثل زي الهايبرتنشن القلب عليه ضغط يضغط الجسم يضغط على القلب لانه عنده هايبرتنشن يزيد الافتر لود والبري لود كميه الافتر لود اللي اللي الافتر لود ممكن تؤدي الى ان القلب يحتاج زياده من الاكسجين او الاوفر لود اون ممكن لاي حاجه اوفر لود المقصود فيها اي ضغط او اي احمال اضافيه على القلب مثلا عنده اموشن او او عنده اي سبب يجعل انه القلب يحتاج طاقه اكثر ممكن زي مثلا الجري واحد يجري او ممكن واحد يصلي اكسرسايز كويس فهذه تزود الاكسجين ديمان. التكي كارديا التكي المقصود فيها زياده الهارت ريت الانكسايتي والقلق هذا يؤدي ايضا الى تاكيكارديا وممكن ممكن يؤدي يزود الاكسجين ديماند طيب هذا يخليني ابدا بخش حبتين شويه على كلاسيفيكيشن حقه الانجينا وفي اكثر من كلاسيفيكيشن موجوده عندنا اكثر من كلاسيفيكيشن موجوده لكن احنا بناخذ الكلاسيفيكيشن هذا بحيث اللي احنا نبغى هو الكلاسيفيكيشن الرئيسي اللي احنا نعتمد عليه تقريبا تشوفون احنا زي ما قلنا احنا مشكلتنا مع الكوروناري ارتري هو هذا صح هذا النورمال كوروناري ارتري في عندي اكثر من حاله ممكن تقلل لي البلد ينتقل من هنا الى عضلات القلب صح لكن في الحاله هذه هنا يعني مثلا زي الحالات هذه تلاحظون انك الكرونري ارتي صار في ضيق بعده اسباب اما بسبب اثيروسكلروسس صار عندي في المنطقه هذه ضيق في الشريان التاجي او ممكن اثيروسكليروسس جاء معها كلوت او ممكن زي ما قلنا لكم كورونا رسباز نفسه ما في تلاحظون ما في اثير هنا هنا بدأنا تقسمت الان الى ثلاثة اقسام القسم الاول اللي هي الستيبل هذه تكون بسبب اثير سكلروسس الان ستيبل وهذه المخيفه اثير معاها معها بلاد كلوت لان هذه في الحالة هذه الاثير سكلروس او الانستيبل هذه ممكن تؤدي الى بلوك كامل وممكن يصير عندي مايوكاردل ممكن عضلة القلب هنا تموت إذا ما أدرك العاد فبالتالي طب كيف يفرقون بينه؟ عاد أنتم متخصصين ممكن أنتم تفيدوني أكثر لكن أنا أقول لكم البين يكون حتى في وقت الراحة عنده بين أو يأخذ فترة طويلة أو تكراره يزيد ما هو زي الستيبل الستيبل أثير سكروز هنا لا في عندي احتمالية زيادة في البستراكشن الموجودة عندي فهنا يحتاج عندي medical attention need more uh, medical attention يعني لابد أن يكون الطبيب هنا أو أنتم هنا تتابعونه. لا عندي هنا ضيق في المكان هذا هذا كله ما زال في تخصصكم اللي أنتم أفضل مني فيه. طيب أنا بتكلم السيمتومز أنتم عارفينه عبارة عن شو سبين. ممكن عن طريق الاي سي جي والأول الايكو كارديوغراف أو هذه كلها برضو ما زلت أقول أنكم أنتم اكثر تميزا مني. هنا الان خلوني انا ابدا ادخل دخلة الفارماكولوجي او دخلة التريتمنت. المين برنسبل بناء على الديزي بناء على الكوز او الاتولوجي اللي ذكرتها قبل شويه. خلونا نتشارك مع بعض، مين يقول لي احنا مفترض ايش نصلح بناء على الكلام اللي احنا قلناه؟ هو سببين يا دكتور. م? السبب الاول وعطني ايش بالصلاه السبب الاول وش هو ان الاكسجين يكون قليل في الدم ممتاز الاكسجين مو في الدم احنا نتكلم الان انسوا شيء اسمه دم انا عندنا في الهارت الاكسجين الدكتور عندي اللي عندي يكون قليل فش حله مين اللي دخل اللي كان معي الان اللي قبل شويه انا يا دكتور مين انت شو اسمك خلينا نحفظ الاسماء معكم مين أخ... خالد خالد يلا خالد طب احنا انت قلت كويس الاكسجين سبلاي عندي قليل فبالتالي ايش الحل لحل هذه المشكله نرفع الاكسجين نرفع ايش الاكسجين سبلاي ممتاز انكريز الاكسجين سبلاي نزود الاكسجين سبلاي فين في البلاد فيزز ولا فين بالضبط يا خالد في coronary artery فالكرونري ارتري الكمية الدم اللي تصل للقلب من خلال الكرونري ارتري وهذا من خلال حاجة نسميها فازو ديليتور. نجي بدل ما هو ضيق احنا قبل شوي قلنا الشريان ايش؟ هذا ايش قلنا احنا هنا؟ الكروني ارتري هنا في ضيق صح؟ في ضيق فبالتالي انا اسعى اني اوسع انا اجي هنا واقول معلش هذا ابغى اوسع هنا وسع لي وهنا اشغل شيء اللي اسمه فازو ديليتر هذا الميكانيزم الرئيسي شباب اللي ما هم اللي مشغول بحاجه معلش الصيدات اللي قبلها ما هي مهمه ركزوا لي هنا لين اوصل كل منطقه اقول لكم وقت. بس هنا معلش حاولوا انكم تركزون معايا فهنا ابدا يشتغل عندي الفازو ديليتر فازو ديليتر بحيث خصوصا على ال خصوصا على البلط الكرونري ارتر اعمل لي فازو ديليتر فتكون كميه الدم تصل بكميه كافيه كويس طيب هل في مشكله ثانيه غير اللي ذكرها خالد؟ ايوه الانكريز في الاكسجين مين هذا؟ آه فارس حياك الله فارس، هاي دكتور فارس ادينا الانكريز في الاكسجين ديماند ف... يا سلام, سلام. القلب يبدا يطلب الاكسجين ديماند، القلب يبدا يشغال بزياده ويطلب اكسجين، يقول ترى الاكسجين اللي يصلني ترى قليل، ايش الحل حقه يا فارس؟ آه نقللها عشان يصير في بالانس بين سبلاي والاكس ديماند يا سلام ابدا اقلل الديماند او بطريقه ثانيه غير مباشره اللي نسميه نيجاتيف كرونوتروبيك ايش معنى نيجاتيف تنور ايش معنى كرونوتروبيك ميزتين ها نيجاتيف كرونوتروبيك المقصود فيها الهارت ريت اذا قلنا نيجاتيف معناها نقلل الهارت ريت كويس نبدا نركز على الهارت ريت طيب لما يقل عندي الهارت ريت نبضات القلب على مهلها على مهلها صح الهارت ريت يقل هل هنا الاكسجين او احتياج القلب ما يقل عندي كلام فارس نعم طيب نجي لللي بعدها الفازو ديليتر او خلوني بخليها الفازو ديليتر اللي بعدها النيجاتيف انتروبيك ايجنت وش هي الانتروبيك ايجنت ممتاز اللي تشتغل على الكونتراكتيليتي ممتاز عليكم اللي تشتغل على الكونتراكتيليتي فانا هنا اعمل نيجاتيف بحيث اني اخلي ضخه القلب ما هي ضخ ضخه يقول انسان ممكن يسميها زي كذا يقول لك كيب يور هارت ماسل فروم وركينج تو هارد باي بيتنج وذ ليس فورس يعني يعطيني ضخه محترمه لكن مع طاقه مع قوه اقل كويس يعني اذا قللنا النقطه الاولى الهارت ريت او صلحنا decrease الهارت ريت او decrease الكونتراكتيليتي contractility راح اقلل الأكسجين ديماند تمام اذا خلصنا واحد اللي هو هذا اللي قلته خلصنا هذا وخلصنا هذا الفازو دايريتور الفازو دايريتور مين يقول ايش معنى فازو دايريتور؟ نوسع يتوسع توسع نوسع يلا طب خلونا نسمع الان من زميلاتنا او الدكتورات نبغى واحده من من الطالبات تقول ايش المقصود بالفازو ديليتر؟ انه يوسع البلاد فيسلز البلاد فيسلز هذه المقصود فيها فين؟ اللي هي في الهارت ولا اللي فين؟ هي اللي عند الهارت لانه هي اللي احنا بنهرج عنها دحين اللي هي الكورونري اللي... التضيق اللي فيه ممتاز لكن هنا نقصد فيها الجنرال فازو ديليتر اللي حتى موجوده في الـ في البلط بزلز البلط بزلز العادي الارتري والفين اللي موجوده خارج الارتري غير الكرونري ارتري حلو مين يقول لي الان اذا زودنا الف... عملنا فازو ديليتر للبلط بزلز ايش تاثير ايش دخلها في القلب يعني زميلتكم الدكتوره قالت انه ما لها دخل بالقلب هل ممكن تعطيني افكت كويس ولا لا؟ تقلل الريزستنس ممتاز ما تقلل الهارت ريت تقلل الريزستنس او تقلل الريزستنس سواء بري لود وافتر لود ايش الفرق بين البري لود والافتر لود؟ وش هي البري لود والافتر لود؟, لود البيناس البيناس البري لود قبل السيستول وبعد الاستول ها البري اللي هو يم تملى القلب والافتر لودنج ضخ الدم. ممتاز اللي بعد القلب الان عشان تعرفون كيف الموضوع تخ يعني نتصور زياده تخيل انت عندك بام ممتاز البمب او مضخه دينامو اللي هو مربوط في لي اللي هذا ضيق مع الزمن ايش راح يصير في الدينامو؟ يتحس إتص... ضخ يضخ الـ 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 الدينامو راح او البامب هذه راح تضخ بكميات كويسه لكن بما ان اللي اللي خارج من عندي او البايب اللي موجود من عندي ضيق راح يصير عندي زي الارتداد ممكن يعطل لي الدينامو صح؟ هذه نسميها الافتر لود فبالتالي القلب كل ما يضخ بزياده ويقابله ريزيستنس قدامه فبالتالي راح يزيد الديمان القلب يعيش توتر هذا واحد طيب إذا كانت قبل المضخة كمية الموية اللي أو الكمية الووتر أو الموية اللي تجي للدينامو تجي له باندفاع قوي تجي تصل للدينامو باندفاع باندفاع قوي ما تصلح عند ريزيستنس القلب يطالب بكم بعمل أكبر الخلاصة أن الفازو ديليتور هذه تقل إذا قللنا البريلود والأفتر لود أنا راح أقلل الأكسجين ديمان إذا قل إذا عملنا فازو ديليتور لكن فازو كونستركشن راح تعمل لي آه راح إذا زو إذا فازو كونستركشن راح تزود لي الأكسجين ديمان وضحت النقطة السلايد هذا يعطيك ملخص لاي دواء جينا بعد عشر سنوات اكتشفوا لك دواء جديد لابد يشتغل بعد الميكانيكيات هذا تمام فالميكانيكيات هذه جدا مهمه أن نتصورها ونتخيلها طيب هنا تقريبا هذا عندكم انتم، انتم متخصصين فيه، احنا عرفنا من الريسك فاكتور السموكينج قول له توقف انا سموكينج، الفاتي اللي تصلح له سكليروسز، الفاتي دايت معلش تجنبها، الستريس والايموشن حاول انك تتجنبه، وزنك مرتفع ابدا قلله. تمام؟ طب العلاج؟ عشان نحل الموضوع هذا اللي قبل شويه لو تلاحظون برجع للسريعه الاولى اللي قبل شويه هذه. هل الادويه الادويه اللي راح تشتغل لي هنا وهنا وهنا اللي تكلمنا عنها في الميكانيكيات هل هي راح تعالج المرض؟ ها قولوا لي راح تعالج لي المرض؟ لا 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 ما راح تعالج المرض هي تقلل لي السيمتومز طب العلاج؟ ممكن يكون عندكم انتم كويس؟ مشكلتنا هنا زي ما قلنا لكم في الشريان التاجي فعندي خيارات كثيرة ممكن أصلح باي باس هنا زي, زي اللي هنا أنسى الشريان التاج وأصلح الباي باس أو ممكن إني أصلح أستخدم البالون زي اللي موجود عندكم في المنطقة هذه أجي بحيث إني أنا أشيل المنطقة الفاتي اللي ناتي يعني ثيروس اللي زي اللي هنا تشوفونه في المنطقة هذه هذه أجي أجيب البالون ثم أبي يبدأ يوسع 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 يضغطه فكون أنا وسعت أو إني أستخدم استيت. أنت اللي هي إيش الدعامات كويس هذه ممكن نقول احنا تريتمنت وهذه عاده لكن طب ما دام انها تريتمنت ليش ما نستخدمها؟ ليش هنا يقول لك ان سيفير كيسز او في حاله الام لان هذا نفترض ان لان الدم خلاص بينقطع طب ليش ممتاز عشان الدم بينقطع لكن ليش انا من الاساس من اول ما واحد جاء عندي ما يعني عنده المشكله هذه او هذه او هذه اي واحده من هذه انا مباشره أتصلح تدخل التدخل هذا. ممكن ما يتحملها اي شخص يا دكتور؟ ممتاز لان نسبه الريسك فيها عاليه جدا، احنا نشتغل على قلب، عندنا قلب ثاني؟ لا ممكن المريض يروح فيها. كل ما كان الموضوع لاحظنا السفير كيسز يعني ما عندنا خيارات نبدا نتدخل مع ان الان بدت النا... ال... الستيتمنت بدت الناس تشتغل عليه والبالون بدت لكن ما زال ريسكي الكلام هذا انا ما يهمني وما اتوقع اني راح اسالكم فيه من هنا نبغى نضغط. آه دكتور سمحت تفضل آه عندي سؤال دكتور طب هل في يعني دواء معين يذوب الدهون بسبب ابستراكشن آه في ادويه موجوده لكن ما تذوب الدهون هي تقلل ترسب الدهون كويس آه لكن اكبر مشكله حتى في الادويه هذه انها ما ترجع لل, لل... او الدهون اللي موجوده وتشيلها كويس هي تبقيها على وضعها بحيث انها ما تسمح لها انها تزيد في المستقبل نتمنى ان احنا نشوف ادويه زي اللي انت الان تفكر فيها وبالعكس تجي في المكان هذا يذوب الدهون الزايده زي زي اللي نستخدمها احيانا اعزكم الله تسليك المواصير كويس يذوب لي لكن لان احنا هنا نتكلم عن بلاد فيس الموضوع يختلف طيب نبدا ابا اخش الان في الادويه وهنا من هنا برضو نرجع نركز حبتين طيب عندنا تقريبا ثلاث مجموعات رئيسيه اللي هي النيتريت والبيتا بلوكر والكالسيوم شانل بلوكر وفي نيور ايجنت زي الرانولو يسموه رانولو زين او زاين او الايبا براداين هذه كلها ادويه جديده موجوده موجوده لكنها ما هي زي المجموعات الرئيسيه حلو نمسكها واحده واحده ونبدا نفصل فيها النيتريت مثال عندنا النيتروجلسترين والايزوزول والمونو نيتريت البيتا بلوكر مفتوح المجال في بيتا 1، انتم اخذتوا اي حاجه في الدراج اللي تعالج الكارديو ولا اول مره تاخذون فارماكولوجي تريتمنت الكارديو مع الدكتور حسين ممتاز ممتاز يعني ممكن تكونوا اطلعتم عليها لكن انا دائما افضل ان نبدا بالهايبرتنشن الهايبرتنشن في ميزه انه يجيب لك معظم المجموعات الدوائيه فيها شرح مستفيض ااا لك وش هي البيتا بلوكر بيتا 1 وبيتا 2 بيتا 3 بالتفصيل لكن هنا نبدا نركز على الثلاث مجموعات فقط هذه وان شاء الله الاسبوع القادم ندخل في الهايبرتنشن طيب فعندي البيتا بلوكر في بيتا 1 وبيتا 2 زي وفيها سيلكتيف ونون سيلكتيف سيلكتيف تفضلي. السلايد ما تغير عندنا. على نفس السلايد اللي قبل. انا اشوف مشغل الان. انت اي سلايد اللي عندك؟ ايش تشوفين انت؟ آه السلايد اللي قبل حق النون دراج ثيرابي وسيرجيكال تريتمنت. ما ادري انا عندي جهازين شغاله. ممكن من عندها دكتور و... طيب. عندي طيب. عندنا على عشرة. طيب الموجودة. انا عندي انا عندي جهازين كلها تغيرت في احد ما تغير غير الزميله كلنا على سلايد الادراك فور فارماكو ممتاز اذا ما دام كذا حاول تشوف ان يمكن عندك مشكله في الجهاز طيب فال الاورجانيك نيتريت والبيتا بلوكر والكالسيوم مشان بلوكر هذه هي الرئيسيه وهنا كاتب لكم حاجه اول 3 كلاسز اللي هي 1 و2 و3 Relief Anginal pain don't affect the يعني ما تعالج لي السبب. جيد؟ طيب نبدأ نأخذ لنا مجموعة مجموعة ونبدأ نفصل فيها. طيب النيتريت أول أول مجموعة أدوية زي النيتروجليسرين والآيزوزورب الداينيتريت بعدين جاء الآيزوزورب مونونيتريت وهذا هو فعلا نفس الداينيتريت لكنه متابولايت للداي شميزته ايش ميزته؟ يعني تواجده في الجسم اكثر لكن كلهم شغالين وكلهم موجودين وكلها تستخدم طيب المين ميكانيزم اوف اكشن لهذه المجموعه دراج دايركت اكتنج سموث سموث ماسل ريلاكسيشن او ريلاكسنت يعني يبدا يعمل ريلاكسيشن للسموث ماسل ذكروني سموث ماسل زي ايش موجود في جسمنا الارتريز الارتري الفين بصفه عامه بلاد فيزز غيره اعطوني <applause> البرونكاي <تصفيق> البرونكاي <تصفيق> غيره ها مين اللي قال urinary <applause> <applause> اي والجي اي تي آه اول اي تي هذه كلها فبالتالي هو يعمل ريلاكسيشن لا يقول ذا ريلاكس اكشن از نون سبيسيفيك افكت اول سموث ماسل هنخش نبغى نخش تفصيل حبتين شويه ناخذ الميكانيزم في اكشن يقول لك النيتريت -E النيتريت -E هي المجموعه هي عباره عن برو دراج ايش نقصد بالبرو يدخل دي. لا دي لازم يصير متبلزم عشان يتفاعل ممتاز زي ما قال الزميل والزميله هو هو على اساس انه برو دراج هو موب أكتف فور لكن داخل الجسم يصير إنزيماتك بايو ترانسفورميشن ويبدا يعطينا الافكت يتغير ويبدا يصلح لي ريليز للنيتريك اوكسايد النيتريك اوكسايد يبدا يحول لي سايكليز الى سايكليك جي ام بي السايكليك جي ام بي هذا عباره عن فاز وديليت حلو واذا ما فاز ديليتر من خلال ايش انه يعمل ريلاكسيشن خلوا فاز حبتين شويه يعمل شوف زي هنا الجي ال تي ان اللي هي يسمونها نيتروجليسرين عن طريق انزيم في الميتوكوندريا يتحول الى نيتريك اوكسايد النيتريك اوكسايد يحفز تحويل الجنالايز سايكليز الى سايكليك جي ام بي حلو بس مو يحوله اسف يعمل اكتيفيشن سايكليز اللي هو مسؤول عن تكوين السايكليك جي ام بي، هذا يعمل لي ريلاكسيشن للسموث ماسل، وون من سموث ماسل؟ قالها زميلك قبل شوي البلوت فيسز، فبالتالي لما نعمل ريلاكسيشن للبلوت فيسز ايش راح يصير عندي؟ فازو داي حلو؟ تمام؟ هذا الاكشن اللي احنا نبغاه هذا هو المطلوب اللي يعمل لي فاز وديليتر واحنا نحب يكون فين الكلام هذا؟ قولوا لي. في الكورونري ارتري. في ارتري. وهذا نفضل يكون في الكورونري ارتري يقول لك هذا هو ميستون الان شغال في الكورونري ارتري وايضا عنده فهو يشتغل على الارتري ويشتغل على الفين لكن وجدوا ايضا انه في الفين فين حقه الجسم العاديه فينوس سلكتيفيتي يعني يشتغل عندها اكثر، لكن ما معنى هذا انه ما يشتغل في الأرض حقت الجسم، الكروناري ارتري شغال فيها وانتهينا، لكن نتكلم عن الارتري والفينس اللي موجوده منتشره في الجسم. يقول لك ليش فينو سلكتيفيتي لانه الإنزيم اللي ينتج لي هو موجود اكثر في الفينز او في الوريد. هذا فبالتالي الدواء هذا more selective for venous than arterioles تمام نخش حبتين بالتفصيل الآن آه بدنا نتكلم عن الدواء الدواء فيه منه نوعين short acting و long acting ايش الفرق بين الشورت acting واللونج long acting ها هافلات <applause> المدى طول المدى <applause> الشورت زاعت... لا لا الشورت acting مو هافلات الشورت onset of action يعطيني تأثير سريع فعندي نفس المجموعات هذه النيتروجليسي والايزول بالداينيتريت والامايل نايتريت هذه كلها شورت اكتنج شورت اكتنج سواء بميكانيزم او فارماسيوتيكال فورم فارماسيوتيكال فورم زي اللي هنا تشوفون سبلينجوال تحت اللسان هنا يحطها تحت اللسان فامتصاصه يكون سريع يعطيني افكت سريع او نفس الفكره اما كلها سواء الأيزورب بالداينتريت ولا النيتروجلسين او انهيليشن سبرين كويس بخاخ يبخه في في الفم ويعطيني نفس الافكت هذه شورت اكتنج هذه متى نستخدمها في حاله ايش؟ كيوت الاكيوت اتاك جانس مباشرة نستخدمها له طيب فاللونج اكتنج نفس الادويه لكنها ناخذها زي هنا عملناها على شكل sustained ريليز بريبريشن يعني تفرز في الجسم على مهله بحيث هنا تكون ك آه نستخدمها كبروفيلاكسس او الاوينتمنت بحيث انها تمتص على مهلة من الجسم طيب خلونا الان الميكانيزم اللي ذكرناه قبل شويه الان نفصل فيه فهنا اللي كان حبتين بعيد يرجع يركز معايا هنا احنا قلنا النيتريت ايش يعمل يعمل سموث مصر ريلاكسد سموث مصر ريلاكسس في في مرضنا نقصد فيها سواء الارتري او الفين او الكرونري ارتري هنا تشوفون هذا القلب الجميل ممتاز هنا الكرونري ارتري فالمنطقه هذه العضله تشتكي تقول يا قلب يا قلب تكفى انا ما عندي اكسجين انا ابغى اكسجين يجيك النتريت طاير هنا ويقول انا موجود فيروح مباشر للكرونري ارتري ويعمل له كرونري دايليشن فايش يبدا يصلح؟ فهنا يبدا يزود لي كميه البلد اللي يحتوي على كميه اكسجين فيعمل لي فيزود لي كميه الاكسجين اللي تصل الى العضله وينقذها تمام واضح الميكانيكيه الاولى طيب الميكانيكيه الثانيه اللي قلناها النيتريت يروح للفينس حلو وش يصلح يبدا يقلل لي الفينوس ريتير او الريزيستنس حقه فلما تصل زي ما تتذكروا البمب اللي قلت لكم الدينامو هنا يعني يبدا يقللها لي فالقلب لما تجيله ما تجي ما يجي له الضغط او البريلود ما يجي له الضغط قوي من الفينس اللي توصل له الدم فبالتالي راح يقل ايش؟ الاكسجين ديمان هنا في المنطقه هذه في الكورونري هنا زاد عندي الاكسجين سبلاي هذا زود لي الاكسجين سبلاي هنا لا قلل لي اللود اللي على القلب فبالتالي قلل لي الديماند اللي القلب دائما يطلبه بسبب زياده البريلود ممتاز وايضا النيترات يقول بس اشتغل هنا يقول لك لا 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 انا بروح للارض حق الجسم وبعمل لهم دايليشن اللي قلنا ارتريو دايليشن فيبدا يقلل لي الأف... الافتر لود يقلل لي الافتر لود بالتالي الديماند حق الهارد يقل اذا نقول الخلاصه البري لود والافتر والافتر لود تقل عندي بسبب الفينو دايليشن والارتريو ديليشن ويزيد عندي في المعادله ايش شو يزيد عندي يزيد عندي الأكسجين, الاكسجين سبلاي الاكسجين سبلاي فهنا احنا المعادلة اشتغلنا من الطرفين البلنسة والميزان قبل شوي اشتغلنا من الجهتين وهذا يفيدني في النوع اللي قلنا لكم أكثر في الفازو سباستيك أنجاينا ليش؟ تذكرون الفازو سباستيك أنجاينا أو الفيرينت أو الفازو سباستيك أنجاينا إيش مشكلتها؟ مع الكرونري الكرونري نفسه حق الأرض هو فازو سباس هو فهنا بالميكانيكيه هذه حلينا مشكله الكوروناري ار تي طيب هنا ملاحظه كتب لكم تحت يقول لك النيتريت دون دايليت اثيروسكلروتيك كورونري ارتري يعني ما يشتغل على الاثيروسكلروسس اللي موجود في الكروني ارتري فقط يشتغل على النورمال لا يجي احد يقول انا عندي وما ومعطى معاينة فعليا لان مشكلتك الغالب ما هي في في لكن يساعد نعم يساعد طيب قلنا لكم قبل شويه انه الاذر سموث ماسل اللي موجوده داخل الجسم تتاثر لان فعليا ميكانيكيتها تشتغل على البرونكيال سموث ماسل على الجول بلادر على البايلري داكت على الجي اي تي على الحالب او اليوتيراين بصفه عامه كلها يشتغل عليها فيعطيني هنا افكت فممكن بعضها تحصلها سايد افكت وبعضها ممكن تكون اذر افكت راح نشوفها بعد شويه. طيب نجي عند الان الثربيوتك يوزف اورجانيك نيتريت الانجينا بصفه عامه نستخدم لما الشورت اكتنج في حاله الاكيوت اتاك اللي ذكرناه والبروفيلاكتيك اللونج اكتنج تريد ويعالج لنا كل الانواع سواء الستيبل او الاكسرشنال او الفازو سباستيك او الانستيبل هذا بالنسبه للانجينا بيشتغل لنا على الهارت واكيد انه اخذتوها آه ممكن يعمل لي لانه يعمل لي فازو دايريشن على الفين في ويقلل لي البريلود في القلب زي ما اخذته في الهارت فيريل ايش كان يصير فيه مشكله القلب انه تعب من كثره الضخ بالنسبه للهارت فيريل الاجكشن فراكشن عنده قليل فتع فاحنا هنا نقول نريح القلب فهذا تعمل لي فازو ديليتر في امرجنسي الناس اللي عندهم ايش معناها ايش الفرق بين الهايبر sense emergency your uh, urgency الهايبرتنسيف هذا يكون واحد عنده Blood بريشر مره مرتفع ومع كذا هو عنده احتماليه اند اورجان دامج زي في حالتنا هنا اسكيميك هارد ديزيز هنا نستخدم مناسب له بنعطي من له وهنا نعطي له اي آه هي اما حياه او موت بنعطي له اي بحيث انه يعطينا الافكت سريع ايضا في حاله الاسوفيجاس باز أو ال أو برضه البايلر كوليكس ليش هذه؟ مين يقول لي هذه لها علاقة بالهارت؟ لا تضغط هذه ها؟ للـ ها؟ ليش؟ لها علاقة بالهارت؟ <applause> يضغط هالفو. على الهارت؟ امم ممكن ك أنه يضغط على ال لا لا غير غير ها؟ وغيرها آه. مصر العصر مصر آه. مصر ريلاكسن. يعني هذا ما له دخل في القلب لكنه في الهارت في الاسوفيجر سبازم السبازم اللي صار عندي نرخيب بسبب انه يعمل لي هو مصر ريلاكسن، ممتاز عليها اللي داخلت قبل شويه طيب الادفيرس افكت طيب هذه ما ادري هل اخذتوها ولا لا اي فاز ديليشن الجسم ما يجلس يتفرج فيه فاز ديليشن معناها انه راح يصير عندي هايبوتنشن الهاي الجسم يتفرج فيه؟ ها؟ لا اذا صار واحد عنده هاي الجسم ايش يصل له؟ يرفض. الدماغ 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 يقول للقلب كويس انت ممتاز ترى عندك هاي بوت آه، اخذت فاز عندي فاز ديليشن لا الدماغ يبدا ما يدرك يدرك ان عندي بلاد فيسل صارت عنده توسعت فبالتالي صار عندي هاي فايش راح يقول؟ يقول يا قلب الحق انا عندي مشكله ما هو مدرك ان القلب ان احنا اعطينا الدواء هذا فيقول للقلب صلح لي ريفلكس كاردي ابغى رده فعل منك حلو صلح لي تاكي كاردي فالريفلكس تكي كاردي هذا الشيء راح يصلح لي لي الاكسجين ايش؟ تمام تمام فبالتالي النايتريت صح تصلح لي فازو ديليشن فالجسم لكن تصلح لي ريفلكس تروح للقلب وتخلي القلب يشتغل زياده ننسى الكرونري ارتري نفس القلب الانتروبيك والكرونوتروبيك هذه تبدا تزيد عندي كويس طيب هذه من ضمن المشاكل عند السايد افكت ايضا تصلح لي اورثوستاتيك هايبوتنشن نفس البوست هايبوتنشن مع الوقفه ممكن يعطيني تاثير طيب فطيب ايضا نتريت يقول لك بوتنشيات هايبوتنشن تنش... اوف فيسفودايستريز 5 inhibitor هنا هذه مجموعه دوائيه هذه زي ايش؟ الفياجرا والسيالس لان الميكانيزم اوف اكشن حقها على الفيسفودايستريز 5 inhibitor فهذه تعمل لي هايبوتنشن كويس هو هو يحفز الموضوع هذا فبالتالي راح يؤدي الى ايضا هايبوتنسف افكت اضافي وهذا ممكن احيانا يصلح لي صدن death يعني هذه من ضمن المشاكل المجموعه هذه يقول لك ان الانزيم هذا ممكن يصلح لي sudden death لكن لما نحطه مع هذا ممكن يصلح لي sudden زياده increase يعني او ديس افكت فهنا يقول لك نوت يوز وذ نحاول نحن نكون المجموعه هذه نحرص ان ما نستخدمها مع الفياجرا ايضا من ضمن المشاكل حقتها ثرومبينج او ثروبينج هيديك ايش معنى ثروبينج هيديك اللي زي الباصينغ هيديك يجيك على شكل الام، وهذا عاد تم مع معظم الفازو ديليتور لأن هي السربرا بلاد فيزلز يعمل لها يصير لها فازو ديليشن فبالتالي تعمل لي اللي, اللي ثروبنج هيديك. ايضا من ضمن مشاكلها حاجه يسمونها التوليرنس، ايش معنى التوليرنس؟ يتعود الجسم تمام عليك الجسم يبدا يتعود، فلما يتعود الافكت حقه يقل تمام؟ طيب ايش الحل؟ شلون نقللها؟ يقول لك اللي اللي ياخذون الباتش نقول لهم معلش في الليل فوق الباتش. كويس؟ قلل الجرعه بحيث انك ايش؟ ما نبغى يصير عندي التوليرنس او اني اقول لهم في احدى الجرعات وقفها. يجي احدى الجرعات خلال ايام الاسبوع تقول له هنا لا تاخذها وقفها. وبعدين ارجع واستخدمها مره ثانيه. يعني. في حاجه يقول لك يقول لك وذ تسفير التوليرانس لما يحدث عندي الهدك اللي تكلمنا عنه يروح ليش ها امم لأن الجسم تعود على الجرعه لان الجسم خلاص تعود عليها وهنا قاده مره في صارت احدى القصص شيء يسمونه مندي هدك الناس اللي شغالين في انتاج النيتريت الشركات وجدوا ان عندهم يجيهم يوم, يوم الاثنين هدك ليش هذا طيب؟ مع التحليل مع التحليل يوم اجازه يوم اجازه وهذا كان بسبب التوليرانس ايام الاسبوع عندهم توليرانس كويس؟ لكن لما ينقطعون يبدا يرجع لهم الهيدك فهذا يعني هذه مجرد معلومه على الجانب طيب احنا بقينا الان ما بقينا والله كثير وانا جالس على مهلي واشرح بالتفصيل ونحكي قصص طيب الكونتر اندكيشن للاورجانيك الناس اللي عندهم هاي بوتنشن نكون حريصين معهم والفسفو دايستيريز 5 طيب انهيبتور هذه برضه نكون احنا حريصين معهم بريكوشن يقول لك عاده نبدا بجرعه صغيره نبغى نقلل السايد افكت الدواء مهما صار ما نقطعه فجاه لانه فعليا راح يعطينا ويدراول سيمتوم ايضا اذا المريض قال لك انا اخذت ثلاث حبات سبلينج وما ما اعطت معي نتيجه هنا مهم جدا ان نقول للمريض مباشره توجه للطبيب ليش معناها ان الدواء انت اما المريض متوجه اما ما تعطي افكت فبالتالي ممكن المريض يموت او يصير له الدواء هذا فيه مشكله الدواء نفسه تخزينه في البيت ما خزنه كويس او ممكن يؤدي الى ام اي مايو ممكن المريض لما يلحقنا يصير له عنده مشاكل او مور كومبليكيشن يقول لك مهم جدا انها ما تتعرض للصن لايت الادويه ليش؟ لأنه راح يتغير تركيبتها ايضا مهم ان نركز على الاكسباير ديت وايضا من ضمن المعلومات اللي راح نقول للمريض ان ترى الاكتف التابلت الكويسه فيها بيرن تيست فيها طعم تحسه كانه شيء يحرق في النساء فهذه مهمه انها تكون عند المريض، ليش نقول ليش ما نقولها مثلا مع البنادول والشغلات الثانيه؟ ها ليش ما نقولها مع الادويه الثانيه؟ لان يعني هنا نتكلم عن قلب قلب المريض حي او موت كويس؟ فالدواء لابد يكون متاكد انه اكتف طيب اسمحوا لي اعجل حبتين شويه أنتوا عندكم حاضره بعدها اي نعم ايوه طيب اذا بحاول إينا. بعجل قدر المستطاع طيب البيتا ريسبتور او البيتا ريسبتور انتاجونس في عندي اكثر من امثله كثيره البروبرانول والميتوبرولول والاتينولول والنادلول وفي منها السلكتيف للبيتا 1 وفيها نون سلكتيف لكن الموضوع كبير تستخدم في علاج الانجينا خصوصا في الستيبل انجينا وجدوا ان في البوست مايوكارد فارش لها تاثير كويس وهي دراج اوف شويس لانها وجدوا انها تقلل الريسك حق الصدن ديث الهايبرتنشن له استخدام يعتبر سكند لاين الكارديك اريثمي ايضا له تاثير لانه فعليا هو يقلل التكي كارديا او يعمل بريدي كارديا يعاكس التكي كارديا وفي حاله الكونجستيف هارت فيلير خصوصا كارديك له, له تاثير نبدا ناخذ الميكانيزم اوف اكشن حقته زي ما انتم عارفين واحد لما يصير عندي اكسرسايز يزيد عندي الريت والفورس حلو الريت والفورس يزود لي الكارديك وورتر، الكارديوك وورتر ايش يعمل لي؟ يزود لي الكارديك اوكسجين كونسبشن يبدا يستهلك كميه كبيره فبالتالي يبدا يطلب اكسجين طلب الاكسجين كويس يقلل طلب الاكسجين بزياده تؤدي ممكن تؤدي الى انجاينا فهو بليش؟ لانه يحفز لي Sympathetic اوفر اكتيفيتي فاحنا ايش نبغى هنا؟ نبغى دواء ينزل لي الكلام هذا كله يقلل لي الريت والفورس يقلل لي الينوتروبيك والكونتراكتيليتي والكرونوتروبيك يقللها لي فيقول لك البيتا بلوكر بيتا 1 مو البيتا 2 البيتا ايش 1 البيتا 2 فين موجوده الريسبتور هذا فين موجود ممتاز لا لا يا كثيره لكن موجود. القلب الموجود فيها الرئيسي وراح شوي بدأنا نجيب لكم معلومه على جنب البيتا ريسبتور اللي البيتا ريسبتورز اللي موجوده في القلب اغلبها بيتا 1 اللي هي شغاله مركزه على القلب اللي البيتا 1 فلما نقفلها ايش راح تؤدي تقلل الكارديك أوتبوت وتعمل لي برادي وهذا يؤدي الى تقليل الاكسجين ديمان هذه الميكانيكيه الرئيسيه للبيتا بلوكر طيب الادويه في انواع كثيره لكن معظمها ما هو ذاك الاختلاف الكبير ما عدا نركز على السمتمز لكن تاثير على البيتا ريسبتور غالبا متقاربه لكن البيتا نون سلكتف ايش مشكلتها؟ على بيتا 1 وبيتا 2 على الرئه على القلب ممتاز تشتغل لي على اللنج وتعطيني ممكن الناس اللي عندهم ازمه تصلح لي مشاكل لكن على الهارد كلهم تقريبا متقاربين وفي آه ميزه اللي ذكرتها لكم قبل شوي ان البيتا بلوكر هو يعتبر من الفيرست لاين للناس اللي عندهم آه اللي عندهم انجاين او ايضا خصوصا اللي عندهم بوست مايوكارد انفاركشن لانه وجدوا انه يقلل ليت او طيب هنا في معلومه على جنب انا قلت لكم الهارت في كم ايش الريسبتورز اللي موجوده فيه؟ بيتا 1 بيتا 1 طيب خذوا معلومه زياده عندكم هذه ما عاده الا اسرار البيتا 1 هي موجوده لكن القلب في ترى الفا 1 وفي بيتا 2 لكن ليش ما نتكلم عنها لان الالفا 1 والبيتا 2 واحد يعمل لي فازو كونستركشن والثاني يعمل لي فازو ديليشن لما يجي النور بينفرن يرتبط مع واحد منهم هذا يشيل تاثير هذا صح ها اي صح, صح صح الله. واحد فازو كونستركشن هنا والثاني فازو ديليشن طيب لكن لما نعطي لهم بيتا بلوكر في حالة الحالة هذه اللي قلنا فازو سباستيك انجينا اللي هي اوريدي عندي فيها تضيق في الشريان ممتاز فأنا ما عندي مشكلة بالنسبة للبيتا 1 اللي قال البيتا البيتا 1 ريسبتور هذه موجودة في بلاد فيسس البيتا 1 راح يروح للكرونري للكرون... للكرون... للهارت ريت يقلل لي اياه والكرونتروبيك البيتا 1 البيتا 2 والالفا 1 فين موجوده موجوده هنا في البلاد فيزلز في الكورونري ارتري طيب لما يصل البيتا على الريسبتور حقه هنا فيعمل لي بلوكر ايش راح يعمل لي البيتا 2 البيتا 2 ايش راح يصلح لي؟ يصلح لي دايليتيشن؟ لا اذا صار بلوك له بيصير راح يصير لي فاز انا انا قفلته اذا جاء اذا في الحاله الطبيعيه لما يرتبط يعمل لي دينيشن لكن في حالتنا احنا لما نقفله راح يعمل لي فاز وكونستركشن تمام تمام طب يجيني الالفا فيبدا اللي يشتغل عندي او انا قفلت الريسبتور هذا ما يعمل لي فاز وكونستركشن نقول وقفناه الالف اللي يبدا يشتغل عندي ايش؟ الالفا الالفا ايش راح يشتغل؟ فانا هنا كاني عطلت التوازن كان اول في حاله توازن بين البيتا 2 والالفا في توازن بينهم فانا مسكت اللي يعمل لي دايليشن قفلته فيبدا يشتغل عندي ايش؟ الالفا فالالفا شغلها تبدا تستفرد بالبلد فيسز وتعمل لي كونستركشن لذلك يقول لك البيتا بلوكر ار كونترانتيكيتد في حاله الفازو سباستيك انجينا يعني واضح شباب؟ واضح يا شباب والبنات طيب اذا سالتك في الاختبار واي ذا بيتا بلوك كنت ار كنت رنتيكيت ان فاز سباسك تبدا تشرح لي الميكانيزم هذا جميل باقي لنا 10 دقائق وان شاء الله ان مدينا نلحق نخش في المجموعه اللي بعد الكالسيوم شانل بلوكر تقريبا هي ثلاثة أقسام لكن هنا على جبناها على شكل قسمين الداي هيدرو اللي مثال عليها الملودبين والنيكودبين والنيكودبين وتنتهي دبين تمام والنون هيدرو نفس الداي نون أو يسمونه فينايل الكايل أمين والبنزو زبين لكن هنا اختصارا أن صارت عندي مجموعتين طيب المجموعة هذه يقول لك معضل. كلها تشتغل على كلها تشتغل على مكانين أو خلني أصل هنا طيب طيب خلوني هنا بعدين نبدأ انتقل كل هالاثنين تشتغل على الهارد فتقلل لي الكونتراكتيليتي تمام وكلها تشتغل على بلاد فيسز تعمل لي فازو ديليشن ممتاز طيب ايش الفرق بين الثلاث بين المجموعتين هذه او الثلاث مجموعات هذه؟ يقول لك هذه المجموعه عملها الرئيسي فازو ديليشن التركيز حقه والقوه فازو ديليشن تاثيرها على الكونتراكتيليتي اقل او قليله وهنا الفيرابامين هذا اللي هو فينايل الكايل امين هذا يقول لك قوي على الهارد التلتزم يلتزم الصمت متوازن بين اللي هنا وبين اللي هنا تمام هذه معلومه على جنب راح نحتاجها بعد شويه طيب نجي هنا الان للمين ميكانيزم اوف اكشن حقها احنا قلنا ايش ميزته يقلل لك الاتوميستي والكوندكشن فيقلل لي الكونتراكتيليتي هذا ايش تعمل لي هذه فين اللي هنا ماي كارد ديبريشن يقلل لي الكاردك وورك فبالتالي يقلل لي الاكسجين ديمان هنا يشتغل لي زي دواء من الادويه اللي اخذناها قبل شويه وش هي هم بيتا بلوكر البيتا بلوكر ممتاز وهنا لاحظت هنا قلت لكم الفيراباميل والدلتزم اللي قلنا لهم له هم الاقوى على الهارد ما هم زي النفدبيل طيب نجي هنا نجي للشريان الكرونري آرتري يعمل لي فازو ديليشن ليش للكوروناري ارتي فبالتالي زود لي الميوكارد الاكسجين سبلاي زود لي فهذا تاثير مره ممتاز طيب وايضا يعمل لي ارتيريو ديليشن فيقلل لي الافتر لود فيقلل لي الافتر لود طيب فاذا قلل لي الافتر لود وبالتالي يقلل لي الاكسجين demand طيب جميل جميل سو far طيب نقول therapeutic use الاستخدامات اول شيء بروفيلاكس زي يستخدم في الميوكارد انفارشن كسكندري بريفنشن الهايبر يستخدم ويعتبر من الفيرست لاين البيتا بلوكر من السكند لاين وايضا له الانتي اريثميك وخصوصا الادويه اللي تشتغل على الهارت اللي الفيرابامايل والدلتزم طيب نجي للي بعده بقينا يا شباب ستة دقائق طيب وباقي لي كم سلايد طيب الادفيرس افكت كارديك فيلير او انه يصلح ديبريشن خصوصا الفيراباميل والدلتزم طيب ايضا الهارت بلوك ويعمل لي بريدي خصوصا خصوصا الفيراباميل والدلتزم الفلاشنج والهيدك هذه تعمل لي فاز ديليتر وغالبا كلهم لكن الاكثر في النفيدبين الأنكل سويلينج هذا الأنكل سويلينج هذا من ضمن الصايد افكت اللي موجود لكن يقول لك انكم مع الفيرابامايل تعمل لي كونستيبشن آه ليش مين يقول لي ليش تصلح كونستبيشن لانه شغال عليه شو اسبب مسل يا سلام عليك يا بطل يا جواد طيب وممكن يكون آه سفير طيب نروح للي بعده هذه يقول لك في الاي بي سي دي اي تريتمنت اوف ستيبل انجين الاي اسبرين والانتي انجين الثرابي الثلاثه البي البيتا بلوكر والمصلح كنترول بلد بريشر السيجرت يعني هذه النصائح اللي تقولونها للمريض طيب هنا لان باقي معي كم سلايد ابغى اقارن لكم معي خمس دقائق الان خلصنا من المجموعات الرئيسيه والادويه الرئيسيه الان بنشوف الكومبينيشن هل احنا نستطيع نصل لكومبينيشن بين هذه الادويه ولا لا؟ وهنا نبغى نستحضر ميزتها انك تستحضر السايد افكت والافكت نشوف اول حاجه يقول لك النيتريت مع البيتا بلوكر هل هم كويس مع بعض ولا مش كويس النيتريت تعطيني افكت كويس لكن عندي مشكله ايش تصلح لي ها تيك تاكي كاردي ليش ريفلكس تيك تاكي كاردي لي تعمل لي فازو دايليتور طيب التكي كاردي ما عندي مجموعه دوائيه تصلح لي بريدي الهارت تقل الهارت ريت اللي هي بيتا بلوكرز يا سلام عليك بالتالي كويس لو اني اعطينا تريت مع البيتا بلوكر وهذا يعطيني ايفكت حلو فتبدا يتعادلون التكي كارد مع دي كارد كانهم يروحوا مع بعض طيب نيجي عند البيتا بلوكر بدينا بالبيتا بلوكر البيتا بلوكر في الكورونري فازوسبازما بازما وفازوس ايش قلنا يصلح لي <تصفيق> 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 كونستركشن كويس او كروني فاز سباس لكن النيتريت ايش تعمل لي؟ فاز دايليشن فهنا هذا يروح مع هذا فهذا راشونال كومبينيشن يعني كويس انهم يكونوا مع بعض طيب نجي اللي عندي اللي بعده نجي الكالسيوم شانل بلوكر مع البيتا بلوكر اول كان النيتريت طيب النيفيدبين والاملودبين قلنا ايش شغلتهم؟ ايش تركيزهم على الهارت ولا بلد فيسلز؟ بلوت <متحدث> بلاتفست <applause> <applause> تعمل لي فاز ديليشن اكثر من شغل على الهارد فبالتالي تصلح لي ريفلكس تاكي كاردي هذه من ضمن مشاكلهم صح طيب نفس النيتريت نبغى دواء يعمل لي بريديكارد ايش عندي البيتا آه. بلاكر <applause> البيتا بلاكر <applause> فهذا راشونال كومبينيشن كويس في حاله النيفيدبين والأملودين طيب الفيراباميل والديلتزم تركيزهم على ايش على الهارد فتعمل لي بريدي كارد يا ونيجاتيف انتروبيك افكت طيب لو حط مع والبيتا بلوكر ايش تعمل لي؟ مم. نفس الشيء برضه زي نفس, نفس الشيء فهذا يعطيني اديشن سايد افكت هذا الراشونال فهذا مفترض انه ما يصير عندي كومبينيشن في هذه الحاله تمام لو اسالكم في الاختبار اذا combination كومبينيشن calcium blocker بلوكر اند بيتا بلوكر this ذس تبدا تقول لي اثنتين ولو اجي اقول لك انها راشونال كومبينيشن آه راح تقول لي خطا لازم يكون في تفصيل واذا قلت لك الراشونال كومبينيشن لا انك انت تفصل بين اثنين الا اذا قلت لك اسم الدواء نفد بين مع مثلا الانديرال او البروبرانول او الميتابلول هنا تريد تقول لي هذا راشونال كومبينيشن لكن اذا جيت قلت لك بيراباميل مع مع البيتا بلوكر تقول لي لا الراشونال طيب بقينا لنا دقيقتين طيب وان شاء الله ما باقي لنا شيء كثير ايضا مع الان كالسيوم شنبلوكر بلوكر مع النيتريت كل الاثنين تعمل لي فازو ديليشن فبالتالي كلها تقلل الافتر لود والنيتريت ايضا يعمل لي يقلل لي هذه تعمل له هايبو تنشن كلها مع بعض وبالتالي هذه الراشونال فتعمل لي فاز ديليشن ممكن تصلح لي سايد افكت يعني تركز زود لي الفازو ديليشن المجموعه تريبل كل المجموعه على بعضها يقول لك الكالسيوم بلوكر والنيتريت والبيتا بلوكر اذا استخدمنا هنا التفصيل فقط في الدايهيدروبريدين اللي هي النفيدبين والاملودبين هذه تقلل الافتر لود، تقلل البري لود، لكن عندي ميزه البيتا بلوكر تقلل الكونتراكتيليتي، فهنا الرفلكس كارد هي غير موجوده. لكن لما اجي عند المجموعه اللي تركز الادويه التيرتزم والبيتا بلوكر والنيترات راح يعطيني تاثير كبير على على الهارت ريت والبلد بريشر، فهنا الكومبينيشن هذا مش كويس. باقي لنا دقيقه. وان شاء الله حتى هنا انا اخلص في الدقيقه هذه. طيب في حاله على بتكلم عن المانجمنت اوف اكيوت مايوكاردن فاكشن واحد جاينا مايوكاردن فاكشن من اول ما نبدا معاه نبدا معاه بالثرومبوليتيك نبدا نكسر الجلطه اللي تكونت عنده من خلال الالتبليز وهذا درج اوف شويس وهذا مهم ان نكون سريعين في اطار خلال ست ساعات. وهذا هو التحدي اللي قدام كل مستشفى ان المريض اللي يجي ام اي مي... ان نعطي له 6 6 طيب المريض استمر معنا او تجاوز الست ساعات ممكن نبدا له الانتي مثل الاي في بعد بعد الالتبليز او الالتبليز مجموعه الالتبليز ايضا المريض في الكرونيك نحاول ندير الانتي بليتلت مثل زي بغريل والاسبرين بحيث انها تشتغل كانتي بليتلت طيب انتهى وقتنا وخلصنا المحاضره هذه المراجع طيب انا ما ودي اني اقول اترك مجال الاسئله اذا في اي سؤال ممكن نخصص لها وقت ثاني او ممكن نشوف الاسبوع القادم نطرحها باذن الله. طيب في الجروب محمد جروب ليدر محمد. أيوة دكتور. محمد الاسبوع القادم في نفس وقتكم حضراتكم انا عندي محاضره ثانيه في كليه الصيدله. فشوف نسق مع الزملاء اما تبقى في نفس الوقت هذا او شوف نشوف اي وقت ثاني اما يوم الاحد او يوم الخميس انا عندي سعه في اليومين هذه. فنسق مع الزملاء على وقت يكون مناسب لكم جميعا في اي وقت تبغونه ما في مشكله واللي عنده اي سؤال انا سعيد بتواصلكم لكن كنت بدي أن على اسئلتكم لكن احترام الوقت الزميل اللي راح يكون بعدي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته